ينضم إلينا من كييف مراسلنا أحمد دراوشة. مرحبا بك أحمد. يعني العاصمة الأوكرانية في حظر تجول لمدة 36 ساعة على أثر استهداف العاصمة كييف بصاروخ روسي. انقل لنا الصورة لديك وآخر التطورات الميدانية. صباح الخير ماجد. هناك التزام تام بحظر التجول بدأ منذ ساعات المساء نتيجة لارتفاع تزايد لارتفاع استهداف المدنيين من قبل روسيا. نحن نتحدث عن 5 قتلى خلال يومين نتيجة لوقوع قذائف على أماكن سكنية، أيضا محطة قطار تضررت. ولكن عموما وسط العاصمة، قلب العاصمة ما زال سليما، لم يتعرض إلى هجمات من قبل الروس، هجمات مباشرة بعد. هناك استعدادات، هناك متاريس تبنى، ولكن الهجوم الكبير على العاصمة وفق كافة التقديرات لم يبدأ بعد. الروس ما زالوا يحشدون قواتهم خارج المدينة تحديدا على الجبهتين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية. التركيز الأساسي هو على الجبهة الشمالية الغربية بين الفينة والأخرى. ريثما يتم استكمال هذه الاستعدادات تتعرض العاصمة كييف للقصف. صافرات الإنذار دوت فجر اليوم، قبل فجر اليوم بالأحرى، هنا في كييف وفي مدن أخرى في ليفيف في أوديسا وفي غيرها من المناطق. عموما مدينة كييف تنتظر ما الذي ستسفر عنه المفاوضات التي ستتجدد اليوم. الرئيس زيلينسكي صرح لأول مرة عن وجود تقدم في هذه المفاوضات، قالت إنها بدأت تصبح عقلانية أكثر على حد تعبيره. هذه المفاوضات تناقش بحسب ما قال موفد موفد شارك في إحدى هذه الجلسات، أنها تهدف إلى نقاش وقف إطلاق نار وإلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، علما بأن الهدف الأولي الذي حدد مع انطلاق جولة المفاوضات يوم الاثنين بحسب الرئيس زيلينسكي كانت تحديد عقد قمة بينه وبين الرئيس بوتين، إلا أن هذه التصريحات لم يعد عليها أحد بالأمس، ربما في إشارة إلى عدم إمكانية تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك وضمن هذا السياق السياسي، صرح زيلينسكي بالأمس بأن أمام القادة الأوروبيين عبر فيديو في لندن بأن على الشعب الأوكراني أن يعرف أن أبواب الناتو مغلقة أمامه. يعني هذه أول مرة بشكل واضح يصرح فيها زيلينسكي بأن بلاده لن تنضم إلى الناتو وأنها تسعى في المقابل إلى الحصول على ضمانات أمنية من روسيا. هذا يعد تغييرا في الموقف الأوكراني.